شكراً يا أخواتي الأعزاء، تحياتي إليكم عند قناة سلطان علاء الدين. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو ويروق لكم وتستمتعوا مع أوقات طيبة، وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله بعد غياب طويل معكم. والآن إن شاء الله دائما معكم، واللقاء الفيديو القادم. دمتم في أمان الله وحفظه. السلامة. كنتم مع قناة سلطان علاء الدين أو سلطان علاء الدين، وأتمنى أن لا تنسوا تفاعلكم معنا باللايك، اللايك، أبوني أبوني، بارتجي وأمسية سعيدة ورمضان كريم، وأبشركم مبروكة. السلامة.